نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالساعة سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي. أما بعد، اليوم وعليكم مدينة منو؟ أشرف الراكبي في مدن. في أحد بيقول لي فاضية، أحد بيقول لي ما في أحد، حد بيقول لي سوي لي طور مدينتي. كله بنشتغل عليه في المستقبل، لا راح نشتغل عليه. بس حاليا والله حلو شكل المصانع الحديدة، شوفوا مال الخشب شكلهم غير. بس حاليا اللي نحن نبغى مثل ما تقولون، هني ما في بيوت كفاية، ترى المنطقة خفيف راح لا ما ينفع هني بيوت، نجيب العيد. زين بنحط بيوت هني على الشارع هذا، بنسوي كل شيء، بنطور معظم المدن وبنسوي وايد امور. بس شو، نحن عندنا مدن جديدة كل يوم تطلع، مثل الحين اشرف الراكبي هذا راح يرتكز مدينته على شو؟ على المواصلات البحرية. الحين لازم نشتغل على المواصلات البحرية على فكرة، ورك اوفر من اول وجديد، القطارات من اول وجديد، الخدمات كلها من اول وجديد. نحن كل اللي قاعدين نسويه الحين هني، المدينة هاي بيكون فيها ترام. زين الترام هي نفس القطار يمشي هني، لازم يكون عندنا شيء، لازم يكون عندنا شيء طول البحر. خلاص حان الوقت ان هاي المدينة، لان هاي المدينة واجهة بحرية، دام انها واجهة بحرية يعني لازم نهتم. لحظة، لازم نهتم. فيري نايس. اوه لازم نهتم الواجهة البحرية. طبعا في مكان راح نكسره اكيد على اساس، لحظة شوي دشيت في البحر. زين اوكي انتوا معي مركزين، وهذا المدخل الوحيد حاليا للمدينة. بس ما راح اخلي، لحظة، زين ما راح اخلي المدخل الوحيد لفترة طويلة، لان هني تستوي مهمة صعبة شوي، فلازم نجيب جسر، والجسر بيكون مرتكز من وسط المدينة ينتهي الى الشاطئ الثاني. يعني هالشواطئ باذن الله كلها راح تكون مشاريع طيبة. بس هاي المدينة بالذات هاي المدينة لان فيها ترام، المدينة راح تفتح لنا ابعاد مثل ما تقولون جديدة. يعني الترام راح تشوفوا كيف المدينة ضخمة، ترى مدينة مش ضخمة. انا هاير ما بشلهم، تاير كلها تراث احسه وتاريخ المدينة، وما بأخرب حاليا لان هذا بيتحول حول حدائق مقابر هالسوالف كلها حول المنطقة هاي. طبعا مثل ما تعودنا الشوارع الاساسية اللي فيها اللي الزحمة تكون هنا. هاي بقررها منطقة صناعية، خلنا ما نبي نوسع المكان اكثر لانه بيكون اصلا المكان ضخم جدا جدا ضخم، المكان وايد ضخم بشكل لا تتخيلونه، ترى بشكل لا تتخيلونه ابدا ابدا من مدى ضخامة المكان. ترى المكان ضخم، المكان وايد ضخم، وايد كبير المكان. خلنا نوصله هني، ولازم نوصله في الشارع الرئيسي، هذا شيء اكيد. لا تقولوا لي يسوي زحمة، لازم بسوي زحمة، لازم بسوي زحمة. بس كل المسافة حلوة يبغالنا شارع، يعني مش يعني شوف الشوارع هاي لازم تكون موصولة، لازم شوي زحمة. النهاية هني هالتول اللي قاعد استعمله اليوم شوي غير، شوي فلكسبل اكثر. زين هذا يكون هني واصل، هذا بس هني لحتى يكون على اليمين، خدمات على اليمين، فمش وايد محاتلنا يعني. برايا من داخل الداخلية زحمة داخلية ما عندي مشكلة، خلص تسوي زحمة داخلية. برايا أهم شيء الزحمة الخارجية، أشوف برا الحدود أوكي. أهم شيء أول شيء المنطقة الأساسية اللي هي منطقة البحر هذه، خلنا نغطيها بماي عدل.
برجعها من اول مدينة بما ان عندي خط سيدة. حلو، وبسويهم مرة وذا بوينت هني. يلا نشوفكم على خير يا جماعة هني. جود باي. ماي مندود تحت ما معلم يضر شوية، اموره طيبة يعني. بندخل كهرباء للمدينة من تحت الارض. الحين موضوع مش بس في خطف الكهرباء استوى، استوى الموضوع شوي اصعب. ليش؟ لانه خلنا نوصل هني. لو اخبركم اول شيء عندنا ترامب، مش ترامب، اوه عندنا ترامب، ترامب في امريكا. زين، سخافة صح؟ زين، اول شيء نحن بنحتاج مجموعة خدمات ضخمة حق هالمكان. اول شيء نبغى مستشفى، مش يغطي هالمنطقة، يغطي ابوها بعد. مو مشكلة بنحط عيادات ترى، لان اصلا نحن خلنا نشوف بالطريقة هاي، لاني ابغى اطوف شارع من وين؟ من فوق هاي اصلا. هاي شارع اساسي. بنطلع من ورا نسوي حديقة، فخلنا نخليه بهاي الطريقة مشبوك. حلو، ايه يا عيني كيف لبدنا نشبك. خبصت ابو اللغة. انزين، بنحط كهرباء. اي ما نبغاهم كالعادة، ترى بشلهم وقت ما نبغاهم وش يعني. انزين، بنحط كم شركة هني. اوكي، اساس نبدأ شوي شوي في التحركات. حددت كل مكان فيه ماي، حطيت المكان اللي ما فيه ماي كالعادة. وينك؟ وين أحب الليلة؟ وين؟ تعال. أوكي. نبقى هني في نفس المكان، هذا مركز الخدمات الأساسية للمدينة. طبعاً هالمدينة شو بتكون مختلفة؟ مش تبكل، بنحط فيه اللي هو يسمونه اللاند مارك والعلامات الأساسية. ها كم دورية فيه؟ 20 دورية. ها كم دورية فيه؟ 25 دورية. حلو، في الوسط شوية نسوي لنا شارع يعني، ونحط فيه السجن، لأن السجن هذا وايد 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 بعيد عنا، فمحتاجين سجن. بس هني بيسوي حشرة، مو مشكلة. هني مجموعة خدمات، اللي يحب يتمسخر هذا راه هني موجودين. نحن ما نمزح، ما نمزح والله. قال شو قال اسمه؟ قال طبعا هاي واحدة من قواعد الجيش، بما ان عندنا سجن انا اشوف انه من المنطقي يكون عندنا قاعدة عسكرية قريبة اللي هم من ادارة السجن ومن هالامور. مش مشكلة، هي تعتبر كخدمة زيادة، بس نحن بس ما نطالع الخدمات بروحها، لازم نطالع شوي البوابات. بحط بوابة هني عسكرية. خطف الشارع تعويض. ويت 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 ويت، ما يقدرون يدخلون سيدا. أنا ممكن أسوي بالطريقة هاي بوابة عسكرية. أوكي، نكسر الشارع من هني، نكسر الشارع من هذا المكان، نحط له هني، نحط له لحظة خلنا نحط التول السيدة، شوف وين أقدر أشبكها. لحظة، إن هاي شبكتها شوي خايسة. زين، نبغى نشبكها بهاي الطريقة، ونشبك هذا بالطريقة هاي، ونجيبه من وين؟ نبى ممر طويل، ممر طويل اللي يدخل يعرف انه داخل مكان ممنوع.
مقاطعة بسيطة للحلقة. والآن انزين شوفوا، والحين يبالنا بوابة ثانية. طبعا هاي كلها تعتبر ك بوابات عسكرية ترى. انزين، ونبى بوابة نفسها تدخلنا من هناك، واللي يدخل من هناك يدخل على نفس الإجراء، يدخل إلى كيف نسوي سجن. طبعا هناك سويناه نحن كان كبدايات، بس الحين استوى عندنا مدن واستوى عندنا شبكة مدن، فاستوى من الواجب من أن الواحد يبدأ يسوي شيء نفس سجن، ما يكون هو ما كان عشوائي 100% الصراحة. خلنا أكون حقاني، يعني كنت أنا أمشي على خطة 90% من الوقت، بس الحين هذا شكله أكثر أنه وول نبغى يدار الحين، شكله أكثر كأنه سجن، يوحي لنا أكثر. إدار صغير اترى أبغى إدارة أكبر، هذا وايد كبير. أوكي، ما عندي دار 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 محترم، ما أبغى هذا الجدار، ما نبغى هذا الجدار أبدا أبدا أبدا. هذا يمكن بعد صغير، الجدران صغير، أبغى دار أيوة. الحين هذا شوفي والله زين، هذا زين، هذا احسن بعد، هذا احسن مو زين. نبدا نحط الجدران حول المكان، وابتداء الجدران من وين؟ من البوابات العسكريه. شوفوا فنحن الحين سوى علينا مهمه اللي هي الديكوريشن. طبعا اذا انا بحط جدار جدار، تعرفون متى بخلص؟ السنه الجايه، تعرفون هالشي صح؟ نحن شو نسوي؟ نسوي بالطريقة هاي، اني بالتول مالنا الجميل، اوكي، ابغى اسوي سلك تحت ثلاث جدران، ايوه نسوي له كوبي، ونحطيهم بطريقة عرضية هني، لان اي داخل اي شيء بسويه الحينه بيكون عبارة مختص في منو؟ الجماعة اللي هني، بحطي طبعا هني سكيورتي برا، بخليه مسافة. بنبدأ الحين ندخل المدن كلها مرة ثانية شوي شوي، بنرجع للمدن كلها خلاص. بنبدأ زينة، بنبدأ وايد أمور لازم نبدأها أصلا. خلنا نبدأ هني ونحط دار بشكل منسق هني. أوكي، برد عدلة في معلها، بمسحها عقب شوي لحظة. الحين شو بنسوي؟ الإدارة حبة واحدة بنحطيها عقب بروحها مو مشكلة. بنحط الجدار هني، واحد اثنين، ترى خلاص هالمنطقة بعبارة انها تحت حماية عسكرية، واي شيء قاعدين نحطه داخل الحينة يكون داخل حماية عسكرية مشددة، ويكون عليه مراقبة، ويكون عليه حرس. هذا السجن عندنا، هذا السجن لازم يكون سجن. هذا مش مركزي، بعدنا بعدنا، بس في خطة سجن مركزي عندي أنا قريبا، ممكن نطبقها أصلا خلال الحلقات القادمة. الحلقات تكون الحين، الحلقات بتولع نار ترى، أنا أخبركم الحين بتبدأ تولع الحلقات نار. هني بعدل الشارع شوي لحظة، خلنا نسوي هذا. خلنا وين النقطة مالي هذه؟ خلنا نسحب هني، خلنا نسوي سلكت حق هاي كلهم، نسوي لهم وين صار؟ ديمولش ديمولش كلهم، نسوي حق هذا كوبي، الكوبي بيست مريح نوعا ما. شل اللي قطعة من الإدارة السيدة، وين الإدارة السيدة كان وايد نوعا ما، هذا أفضل جدار. بسوي سلكت حق خمس حبات، شوفوا هذا يوفر علينا الشغل خرافي خرافي. زين، الأمن والأمان وايد مهم في المدينة. زين ويت، هذا يبغى نحط الجدار بطريقة دبلوماسية شوي. شوفوا هذا المكان، أظن ما تختلفون وياي إن هاي أحلى مدينة للحين صح؟ أيوه
دبل ايدار، هل اعارض هالشيء؟ لا، انا احس انه اوكي. اذا انتم مو عيبكم بغير عقب، اعطوني رايكم في الكومنت تحت، اعطوني رايكم. المدينه هاي بنشتغل عليها اظني في اكثر من حلقه الحين، لابد خلاص نبدا نشتغل على المدن في اكثر من حلقه، في اكثر من شيء. انزين، ها استوى عندنا السجن وبوابه السجن. طبعا بوابه السجن غير مختصره على هذا، طبعا يكون عندنا الشوارع طبعا في السجون القديمه. بتقولون ليش محتاجين خدمات الجماعه، محتاجين بيت، محتاجين سكن، محتاجين كهرب، محتاجين ماي، عندنا موظفين، موظفين السجن انتوا عارفين يمكن من حتى من العاب ثانيه، محتاجين سكن، محتاجين اماكن راحه. احنا بنسوي سيميليت واللي هو محاكاه للشيء هذا، انه ورا السجن هذا نفسه يكون عندنا محلات اللي هو افراد الشرطه مالنا يروحون لها. طبعا كلعبه كسيتي سكاي لاين، وطبعا الشركه اللي تي تمون للجيش هذا ولا لل وات ايفر اسمه الجيش ولا غيره، بتكون هني عندنا شركه، بيكون عندنا مجموعه عماير طبعا للساكنين الافراد اللي يشتغلون هني، لازم يكون عماير جميله اكيد. خلها هاي تسويها عماره هني. زين، بالطريقه هاي بيكون عندهم سكنات داخل، بيكون عندهم كذا داخل، محتاجين نوصلهم في خدمات الحين، واكثر خدماتنا بترتكز هني قريبه من الجيش. خلنا نمد خط هني. زين، مش هذا الشارع، مش هذا الشارع ابدا. 1 2 3 4 طبعا إدارة القمامة شيء وايد مهم في جميع المدن، وأظن كلنا خلاص وصلنا مرحلة إن كلنا عارفين هالشيء، شو الإدارة، شو هذا، شو ذاك. نبى محطة، وين صار الترام؟ ترام، نبى نحط الترام هني، هني مكان طيب ترام. كهرباء الحين بتوصل ما عليكم، ونبى نحط مطافي، تبقى مطافي مركزية قريبة من هذا المكان هذا، خاصة حدائق عندي هنا، اوكي. وجنبه بالضبط ادارة منو؟ الكوارث هني عند الجيش. ليش عند الجيش؟ لحظة، هذا يغطي لنا المنطقة كامل. يا الله، بنحط هني هذا اريال مال الجيش. هذا بيستوي كأنه ديكوريشن حق الجيش، ترى بيستوي كأنه شو؟ زينة حق الجيش، كأنه رادار الجيش. على فكرة عندنا رادار، رادار هذا وذر رادار، بس نحن وين بنحطيه؟ نبى نحطيه مكان هذا اوريدي موجود ما نقدر نحطيه، هذا بنحطيه يسار، هذا كبير المشكلة. تابع ولا اوريدي اكزيست؟ اكثرهم ما اقدر احطيهم. اخس اخس، ما عندنا ستلايت حاليا، ما بتشوف مد عقب نضيف عليه. شوف هذا السجن كسجن، الحين بيتم عندنا اماكن تجاريه نلعب فيها، ما باع عماير خلاص، ما وايد عماير عندنا في كل مكان. كم بنبني عماير؟ بس انا نبني عماير. المنطقه خلها بلل بلل، الحين بنحط حدايق في الوسط. صبر، بلل هني، نبى حدايق عندنا، حديقة مركزية في هذا الاتجاه، ما بيخرب عليه، لا ما بيخرب عليه، في هذا المكان حديقة صغيرونة، مش صغيرونة هاي، بس اوكي. نبى هني حق الناس اللي في الجيش ولا ما كان باركن هني، ونبى بعد داخل المكان باركن، نبى باركنات داخلية. انا اتصور هالحلقه بتكون اكثر من جزء، واللي يقول اشتغل على مدينتي من الحين، ابى اقول لك تراني انا بشتغل على مدينتكم كلكم بدون استثناء، بس مدينه الراكبي لا، الجميع راح نشتغل له، الجميع راح نسوي له، والممنوع الوقوف كل مكان، كل مكان داخل معسكر برا ممنوع الوقوف، لازم توقفون في اماكن مخصصه. اوكي، حلو حلو. بنبدا اصدقائي نشتغل على
نبغى باركن هني، باركن باركن باركن، المشكلة موضوع عكس الريدار. ورا البوابة باركن، ونبغى باركن إذا هالبوابة يركب لها باركن وايد حلو بيكون. لا ما يركب لها باركن، يركب لها باركن هني. إذا حد جاي نبرع المعسكر حلو، ولا نبرع السجن بالأحرى. خلينا نمنع الوقوف هني بس. أوكي، هاي في نص المدينة ترى، في نص المدينة. الحين شو نبغى؟ نبغى كم دبابة، نبغى دبابات. ليش؟ لأنها سجن محمي من القوة شو العسكرية، ويعطي هيبة للمدينة، يعني مش هيبة عادية ترى. هاي دبابة قوة، عرفتوا؟ بروح اعطيناها. نبغى جابانيس، ها شو شكله حلو. استورات هاي، ووتر ستورج تانك، لول تناكي حق الجيش. بحط 8 هنا، ما اعرف ليش بس نحطه، عجبني. منزل مدات انا ما شفته كله. طبعا هنا عند الباركنات عندنا شاحنات مال الجيش الصغار، مش في الباركن، لا اصلا ما يركب على الباركن، بس تعرفون شو حاطين، انه يكون عندهم سيارات اضافية. عندهم تانك ما يعود. انا احيد هذا كان مقلتش، انا احيد ان هذا كان مقلتش، اذا ما كنت غلطان كان مقلتش بالخاطر. زين يبون عمال، مو مشكلة، عمال وضعهم هين. بنحط بيوت 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 بيوت، خلنا نحط بيوت ونحط لهم. ترى ابى صد، ما اعرف اني بسوي فلل ولا عماير، بتشوف عقب بعدين. انزين نبى وين صار؟ ايوه هذا هو. مدارس فقط فنية هني بحطها، ما بحط مدارس حاليا يعني، يمكن بعدين اغير رايي بتشوف. مدرسة هاي بعد، مدرسة ابتدائية على الشارع جنب الشركات، شركات راهية. هاي عندنا اوريدي وايد حكم، هاي بالا في الوسط تكون. نبغى جامع؟ ما نبغى جامع صراحة، ما نبغاها، ما نحتاج الجامع، بس اللي نحتاجه دكاكين هني في الوسط. بيوصل كهرباء هذا، ما عليكم لا تحتونه، كهرباء في الوسط. البيوت بتيكم ما عليهم مشكلة. في ناس راح تسكن جنب المعسكر، هي لازم كم عمارة جنب المستشفى. لا هذا، لا هذا مش كامل، لا هذا لازم يكون بس في الطريقة هاي. برع الجدار، اي حد بيبني اي شيء برع الجدار لو سمحتم. ما ظني بيقدرون يبنون هني اي شيء، بس بحطه اذا قدروا عفي عليهم خلاص، يعطيهم العافية. ما اظني يقدرون، لكن مش مشكلة. الجدار ترى من داخل المعسكر مش من برا، الشارع الخارجي هذا زين حق زوار ترى، عرفتوا؟ ما له داعي نعذب عمارة. الحين الناس اللي تدخل المدينة تركلها عن طريق ايذر، يا من هالطريق هذا يا من ذاك الطريق، بس لابد نحن بنفتح هالمناطق وبنجيب لها هاي واي، بنسوي شيء. بس الحين نحن قلنا بنرتكز على شو؟ على اساس يكون في مينا. الحين بتقولوا خلي، ما هديت مكان حق مينا. لا هديت مكان حق مينا، شوفوا كيف، شوفوا كيف هديت مكان حق مينا. تعرفون اني بفكر في الموضوع، سوي شيء مش هذا، سوري. فكرت مكان حق مين وما فكرت؟ انتوا احكموا. ايش تحت الليفلنج زي التبن والله. زين مش مشكله، هذا بنحله مع الوقت، اهم شيء هذا الشارع سيده، هاي مش مشكله. انزين المينا كيف راح يكون؟ المينا اساسي ما راح اكمله، ما راح اكمله ابدا هالحلقه، الحلقه الجايه، لان مشروع طويل بيكون، مش طويل اكثر من طويل، تعرفون؟ او صح نسينا موضوع الغرق، بيغرقون الحين اذا انا قاعد ابني في هذا. لحظه نبا، زين خلينا نحفر
خل نحفر هني على اساس مستوى الماي ينزل. ايه فعلا بالحفر تنحل المشاكل ترى، اذا كنت تسألون هذا السؤال الحين. انزين، واذا ما استوى عندي ووتر ليفل 2 مو مشكله. انزين الحين اللي نباه خليه يغرقون شوي مو مشكله. اللي يبونه هذا صح، نبا نرفع هذا من هذا الاتجاه، نبا نرفع هذا من هذا الاتجاه. احنا اصلا في البدايه ليش سوينا هذا؟ على اساس يسهلنا مسيره بناء هذا الشيء. زين الحين بما ان نعتدل شويه، لحظه اذا بيسوي امواج وايد ينصر الليفلنج تول هذا. بس خلاص انزل انزل يا مسلم في الليفل، انزل بس لحظة عاند معاي. اوكي يلا شوف، اهم شيء ما خربت المدن الثانية. لحظة وايد نزل، هي وايد نزلنا علقت السفينة. لحظة اوكي الحين مشت، خلنا نشوف هني 200 200 200 شو 200. بس خل بقصة سيدة، انا صبر شوي له قصة حلوة. هذا بتكون نهاية حلقتنا اليوم على فكرة، الحركة هاي. وبعدين يسار، بعدين ان شاء الله في الحلقات القادمة بنقول لكم شو الترتيب. الحلقة القادمة بيكون المينا، مواني اشرف الراكبي، وكل حد معظم الناس راح يحصلون مينا اظني. كل مدن راح تحصل تقريبا مينا نفس هذا، لازم هذا يكون شيء اساسي ستاندرد عقب مع في المستقبل. نحن اول شيء يوم نبدا اللعبه من جديد ندور مدخول، ندور فلوس، ندور كذا، ندور ذاك، نبغى نضبط الامور. بس الحين استوى عندنا شو؟ فلوس، فما نحتاج ان ندور فلوس، خلاص فلوس المدخول اللي قاعد يجينا ترى كفايه، كفايه وزياده. نبدا نحط قوانين، بندعم ناس، وبمر عليهم مدينه مدينه. اوكي لا مو مشكله عادي، انت تقول وايد نزل تحت، مش مشكله عادي، هذا خور، خور مره طيبه. لان هني اسوي كذي، راح اسوي له لحظه هني نبغى نعدل. اي علينا يا الله. اوكي يا الله يا الله، الماي الناشف. شوف 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 كيف شوف كيف. صبر ما بنزل مستوى الماي هنا حسب ما نزل في المكان، بس هني نسوي كل مكان عندنا منه، خله ينزل مستوى الماء شوية ويفرق، ترى يفرق فرق حلو. عرفت عرفته ويب العيد هني. نعم انها الحقيقة هو يباله شوي تسوية اصلا. انزين هذا بالنسبة لليوم، انا ما اظني اني راح اسوي لكم شيء ثاني حاليا، لأن وقت الحلقة خلص وأنا ضايع هني. زين مو مشكلة، بعد هذا بعدين في الحلقات يعني. المهم هاي مدينة أشرف الراكبي، ويا الله لو ضايع ما ضيعت تضبط. زين عد المكان يخترب مكان، بعد يرمى بني هني بس أوكي بيعدلون الأرض هم يبنون. الماي شوي يمين يسار، بنحفر لها مش قضية يعني. نبي هني برش عود نسوي شي اوكي ما اقدر انزله بالطريقة هاي. الاول كان يستوي، ايوه الحين في ليمت علي شكلها تصدقون.
بس مو مشكلة بيدبر أموره. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم، بدينا تشرف، نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.